الحال العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحية والتقدير لحضراتكم. وخليني أقول لكم في حكاية جديدة قديمة لسه بنعيشها، واللي نايم يصحى بقى، الأخ اللي نايم يصحى. في حكاية جديدة قديمة ولسه بنعيشها، حكاية برج القاهرة. لا، هو المكان برج القاهرة، أما الزمان ففي خمسينيات القرن اللي فات، القرن الماضي، الحدث إنشاء هيئة اسمها هيئة الاستعلامات. التاريخ سنة 1954. الهيئة الاستعلامات أنشأت عشان تبقى الناطق الرسمي باسم دولة مصر. ميزانيتها كسرت حوالي 400 مليون جنيه السنة دي في 2022 اللي لسه ما خلصتش. شغال فيها أكتر من 2000 موظف. أما حكاية إنشاء الهيئة ده فده بالحقيقة دور لطيف قوي. الدور الأبرز في إنشاء الهيئة دي كان لجهاز المخابرات الأمريكية بالتنسيق مع الراجل بتاعهم في مصر، ضابط غريب مريب اسمه حسن التهامي. الراجل ده عجيب قوي. الراجل ده حضرات أغرب شخصية مرت على تاريخ مصر. الراجل ده كان متدروش وبتاع رؤى وبتاع فناجين وبتاع حاجات غريبة جدا. رجل عبر العصور، رجل ظهر في عصر عبد الناصر ثم مر إلى عصر السادات ثم عصر مبارك، ما تسجنش يوم، ما حدش ضايقه. في الأول لازم تعرف أن التهامي ده كان له دور بارز جدا في إنشاء برج القاهرة الشهير اللي كانت المخابرات بتشرف عليه بنفسها، اللي كان مديرها وقتها أو رئيسها صلاح نصر. هتلاحظ أنه في افتتاح برج القاهرة اللي كان بيستقبل الضيوف هو رجل المخابرات الأشهر صاحب الفضايح صلاح نصر. نشوف الفيديو ده كده لافتتاح برج القاهرة. تم الاحتفال بافتتاح برج القاهرة السياحي، أعلى برج في العالم، إذ يبلغ طوله 187 مترا بزيادة 42 مترا على ارتفاع الهرم الأكبر. نسر الجمهورية المصنوع من النحاس الأحمر يبرز على الواجهة بارتفاع 8 أمتار، ويكسر الجدار الداخلي للبرج الشبكي الشكل. ويمكن من أعلى البرج السياحي الذي يشق عننا السماء مشاهدة جميع معالم القاهرة. وبواسطة أجهزة البانوراما، وهي أحدث الأجهزة من نوعها في العالم، يمكن للسياح التعرف على أجمل مناظر القاهرة الحديثة ومعالم الفن على مر التاريخ في عاصمتنا العريقة. وقد أناب السيد الرئيس جمال عبد الناصر السيد كمال الدين حسين رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي لافتتاح برج القاهرة، وقد وصل سيادته وبصحبته السيد صلاح الدسوقي محافظ القاهرة، واستقبل نائب الرئيس عند وصوله السيد صلاح مصر والسيد رشاد مراد مدير مصلحة السياحة. وفي القاعة الشرقية كان الوزراء وكبار الشخصيات في انتظار وصول نائب الرئيس. وألقى مدير البرج كلمة ترحيب، ثم ألقى السيد رشاد مراد مدير السياحة كلمة عن دور البرج في تنشيط السياحة، وقال إنه يرمز إلى الانطلاق والتحرر اللذان هما شعار الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها. ثم طاف السيد نائب الرئيس والمدعوون بواجهات البرج التي اشتركت فيها مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والشركات الأهلية بمعروضاتها. وطلب سيادته من المشرفين عليها أن تغير المعروضات بصفة دورية ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحي التقدم الصناعي والتجاري. أولاً الفيلم ده كان أي حد بيدخل سينما كان في حاجة اسمها الجريدة الناطقة، اللي هي الأفلام دي اللي كانت بتعملها هيئة الاستعلامات، فأنت كنت تدخل السينما عادي تتخبط فيلم من دول، إما إنه بيستعرض الرئيس عبد الناصر راح فين وجا منين وطبخ إيه وأكل إيه، أو إنك أنت تشوف حدث مهم، بس قبل الفيلم بتشوف الجريدة الناطقة. ده أول ملاحظة في الفيلم. تاني ملاحظة إنه الموسيقى التصويرية اللي كانت محطوطة على الفيلم هي موسيقى النهر الخالد للعبقري العابر للعصور محمد عبد الوهاب. تالت ملاحظة هتلاقي إنه قال كل التايتل بتاع الناس، عبد اللطيف البغدادي رئيس هيئة السياحة، ما عدا صلاح نصر. ذكر اسم صلاح نصر بس ما قالش إنه رئيس جهاز المخابرات. أوكي. المهم إن حسن التهامي أنشأ وحدة خاصة داخل البرج ده اسمها القلعة. القلعة دي احتلت دور كامل في برج القاهرة، يقال إنه تحت الأرض.
كانت مهمة القلعة دي التجسس على المصريين كلهم بما فيهم الوزراء والمسؤولين وكل الدنيا. الأجهزة دي بتتجسس على مصر كلها. وكان عبد الناصر بتوصله تقارير من الجهاز ده من القلعة اللي هي برج القاهرة، توصله تقارير بكل تسجيلات لكل الوزراء وكل الناس في مصر، لحد ما اتقلب دور الهيئة دي وسجلت لعبد الناصر نفسه. يا خبر، أيوة، عبد الناصر اكتشف ان المكان اللي اسمه القلعة بيسجل له تليفونات بيته ومحادثاته مع الناس. ادي الخبر اهو، هيئة الاستعلامات، بنتكلم على تاريخ حضارات سري للغاية وشخصية الاستعلامات والتجسس على عبد الناصر، كيف استخدمت المخابرات برج القاهرة للتصنت على الرئيس. يقال ان عبد الناصر الحقيقة ما كانش يعرف اصلا حاجة عن الموضوع ده كله، ولما عرف فرم القائمين على وحدة القلعة باستثناء حاجتين، ان الوحدة فضلت شغالة تتجسس على المصريين، والحاجة التانية التهامي، حسن التهامي رجل امريكا اللي كان مهم جدا. التفاصيل دي كلها عشان ما تقولش محمد ناصر بيهبد، هتلاقيها في كتاب صغير جدا لطيف جدا، الكتاب اسمه كنت نائب رئيس لجهاز المخابرات للأستاذ عبد الفتاح أبو الفضل. الكتاب اهو، كنت نائب لرئيس المخابرات. ده كان نائب رئيس جهاز المخابرات، واحد يعتبر من الجيل الثاني في المخابرات. الرجل ده بيحكي قصة القلعة أو فضيحة التجسس على المصريين في كتابه، وقصة إقالة حسن التهامي وقصة حسن التهامي نفسه. وقال إن التهامي وصل بيه الحال إنه بقى يتجسس على عبد الناصر شخصياً، عشان كده تمت إقالته. لكن بيتجسس على ليه مين؟ ما نعرفش. لحساب مين؟ ما نفهمش. شفنا الصورة هو، اللي عايز يرجع للكتاب ويعرف القصة اللي احنا حكيناها دي يعرف من كتاب عبد الفتاح أبو الفضل اللي بيحكي واقعة التجسس على المصريين ثم عبد الناصر. ادي الكتاب اهو، بيقول التهامي والقلعة الغامضة في فترة متقدمة بعد البدء في إنشاء برج القاهرة بحيث أخذ يرتفع عن الأرض، يعني القلعة في الدور اللي تحت الأرض. علمنا أن حسن التهامي احتل الدور الأول وأحاط جزء من هذا المبنى بأسوار عالية وجعل له بوابات ضخمة، وكان مقره في مجموعة يشبه قلاع الأمراء في العصور الوسطى. وحتى بعد احتلاله لهذه القلعة كنا نسميها قلعة الأسرار، حيث عجزنا كضباط مخابرات وزملاء أن نعرف أي شيء عن العمل الذي يجري داخل هذا الحصن. تخيل جهاز المخابرات المصري مش عارف ماذا يدور داخل برج القاهرة. وعلمت أيضا أن حسن التهامي كان منذ بداية الثورة يعمل وهو موظف بالمخابرات في عمل خاص مكلف به من عبد الناصر. هذا العمل لم نعرف به إلا مؤخرا بعد إرغام حسن التهامي على مغادرة هذا المكان، وكان مسؤولا أمام الرئيس عبد الناصر عن مراقبة تليفونات أعضاء مجلس الثورة والوزراء والشخصيات ذات الصفة العامة، وإنه يسجل هذه الأحاديث لعرضها على عبد الناصر فقط. وكانت النتيجة أنه قام بتسجيل أحاديث عبد الناصر نفسه. ولما تعرفت القصة بقى، رفض حسن التهامي أن يغادر قلعته الغامضة بأسفل البرج، واعتصم بها هو وأعوانه، وأرسل له علي صبري رئيس المخابرات مجموعة مسلحة من ضباط المخابرات أرغمته على مغادرة قلعته. وكانت حجة التهامي عندما طالبوا بإخلاء القلعة أنه صاحب الفضل في الحصول على تكاليف إنشاء البرج من الأمريكان. يعني برج القاهرة معمول بفلوس أمريكانية، وما كانتش رشوة لعبد الناصر زي ما بيقولوا المصريين، لا، ده الأخ حسن التهامي ادعى إن هو اللي جاب الفاند ده من أمريكا عشان يبنوا بيه البرج. إيه قصة البرج وإيه اللي جاب سيرة البرج النهاردة؟ أنت جاي تحكي لنا قصة البرج. أنا عايز أقول لكم إن عبد الناصر استغل القلعة دي عشان يسجل لعبد الحكيم عامر نفسه. أنتوا عارفين إن صلاح نصر، تاريخ بيقول كده مش أنا، رجل عبد الحكيم عامر، صلاح نصر كان ماسك المخابرات وهو رجل عبد الحكيم عامر. صلاح نصر كان بيسجل لكل الناس، لكن ما جيش بقى وقت ويسجل لعبد الحكيم عامر نفسه وفي أوضة نومه مع برلانتي عبد الحميد. هكذا قالت برلانتي عبد الحميد إنه عبد الحكيم عامر عرف إن عبد الناصر سجل له مكالمات مش تليفونات في أوضة نومه مع برلانتي. ولما راح عبد الحكيم عامر قابل عبد الناصر وقال له رجالتك بيسجلوا لي، عبد الحكيم
مسيطر على جهاز المخابرات، يبقى مين اللي بيسجل بقى لعبد الحكيم؟ القلعة. قال له رجالتك بيسجلوا لي يا جمال. قال له فيها ايه؟ ما الشريط عندي. وفتح عبد الناصر خزنة من جنبه وطلع الشريط بتاع التسجيل وقال له الشريط عندي اهو، وراح حطه في الخزنة تاني. لما رجع عبد الحكيم لبرلانتي، هكذا تحكي عبد برلانتي في كتابها عامر الطريق الى قدري، بتقول رجع لي عبد الحكيم وقال لي انا رحت لعبد الناصر وحصل كذا وكذا. قالت له طب ما جبتش الشريط ليه وندمره؟ قال لها انا اتكسفت، لقيته حطه تاني في الخزنه وقفل عليه الخزنه. يعني عبد الناصر كان بيسجل حتى لشريك عمره عبد الحكيم عامر، وبيسجله مش في اي حته، بيسجله في اوضه نومه. الحقيقة التجسس على المصريين فضل شغال حتى بعد ثورة يناير ولحد دلوقتي. وبنظرة على تسجيلات اللي ذاعها الأخ عبد الرحيم علي اللي نشرها، وبعدين هو نفسه تسرب له حاجات، وكمان تسريبات شخصية لبعض الشخصيات اللي هي في المجتمع المصري، هنعرف إن حسن التهامي ما ماتش، وإن فكرة الأخ الكبير في رواية 1948 اللي بيراقبك موجودة باستمرار. وده اللي عايز أقوله للسادة المسؤولين اللي بيشتغلوا مع السيسي، كانوا سواء كانوا ضباط جيش او كانوا وزراء او كانوا، انتوا بيتسجل لكم في اوض نومكم. اسمع مني، اسمع مني عشان نخلص من القصه دي. احمد باقي الدين بيحكي في كتاب في احد كتبه انه مره قابل هيكل وهم داخلين الاهرام، فهيكل بيقول له انت كنت سهران مع فلان وفلان ومش عارف ايه. فقال له استغربت، ايوه انا كنت سهران. قال له اتكلمتوا في كذا وكذا. قال له اه، عرفت منين؟ قال له ده الرئيس عبد الناصر اللي حكى لي. عبد الناصر بدع فكرة التسجيلات لكل خلق الله. عبد الناصر كان الأخ الكبير، كان بيسجل لكل الناس، ما في حد ما سجلوش عبد الناصر، ما في حد، ستات، رجالة، شخصيات. وده اللي متبنيه السيسي دلوقتي. عشان كده بقول لكم إن التسريبات اللي عملها عبد الرحيم علي واللي زعها برضو أحمد موسى جزع منها شوية، سواء كانت شخصية أو كانت يعني سياسية، التسريبات دي من أول يناير لحد دلوقتي اللي بيعملها جهاز المخابرات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وبتتسجل لكل الناس في مصر، لكل الناس، للسياسيين وللأعضاء مجلس الشعب والشورى أو الشيوخ والشورى أو البرلمان والشورى وللسفراء، كلكم بيتسجل لكم. لدرجة إن العربيات اللي بتركبوها مزروع فيها، الناس اللي انتوا بتشتغلوا معاها برضو جواسيس عليكم. اسمع مني، ده من ايام مبارك بقى. السفر اللي بره بتوعنا السواقين بتوعهم مقيمين في البلاد، يعني مصري مقيم في فرنسا، مصري مقيم في انجلترا، مصري مقيم في اي دوله، السواق ده جاسوس على السفير، والسفير جاسوس على زمايله، وزمايله جواسيس عليه، وهكذا. حتى اللي بيخدم في البيت. فكره الاخ الكبير بدعها عبد الناصر ولسه مستمر لحد دلوقتي. انا مش عايز ازعلك بقى الاخبار بتاع التسريبات لسياسيين يناير اللي انت شفتها اهو، تسجيلات صوتيه للبرادعي تصير، مين اللي سجل له؟ الاخ الكبير اللي بعده. هتلاقي بقى تسجيلات كتير جدا، فيديو مكالمه اسماء محفوظ تكشفها مش عارف عن سكو، ما تكشف عن ملف فاضح لاحمد ماهر. اتفرج، ده شغل عبد الناصر. تسريب بصاحب صندوق مصر الاسود، هل انقلب السحر على الساحر؟ ده شغل جمال عبد الناصر، شغل جمال عبد الناصر. وطبعا انتوا عارفين القصه دي، وكانت شيء مخجل وشيء سخيف. تلف الايام بقى يا حضرات، ويبقى رئيس هيئه الاستعلامات ضياء رشفان عشان يارس مهمه حسن التهامي بس بشكل تاني، وتلاقي ضياء رشفان هو اللي بينسق الحوار الوطني. عرفتوا بقى مين بيدير الحوار الوطني؟ عرفتوا راس الموضوع واوله؟ عرفتوا القصه ازاي بتمشي وهتمشي؟ خلينا نشوف الأول قصة هيئة الاستعلامات في الجراف ده. أهو هيئة الاستعلامات اللي رأسها ضياء رشوان، هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، مهمته الإشراف على عمل المراسلين الأجانب بمصر. برضو يعمل بالهيئة نحو 2340 مليون جنيه موازنتها السنوية العام 22-23. اتفرج على أبرز رجال هيئة الاستعلامات في دول أهم. محمد عبد القادر حاتم أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة،
وعايز اقول لك ان الراجل ده عبد القادر حاتم ده، ده كان وزير الاعلام المصري في حرب اكتوبر، وده اقوى واشهر وزير اعلام، وكان له دور مهم جدا في حرب اكتوبر. الراجل ده بصراحه دوره كان عبقري، انا بتكلم بجد. ايضا كان نائب في دايره عابدين في شارع حسن الاكبر، كان مكتبه. اما الاخ الثاني ده فده امين هويدي. امين هويدي هو واحد من الضباط او من العساكر اللي تولوا جهاز المخابرات المصري بعد الفضيحه اللي حصلت في بعد نكسه 67 او هزيمه 67 وفضيحه جهاز المخابرات. تم احاله صلاح نصر ورجالته الى المحاكمه، والاخ امين هويدي تولى بنفسه تطهير جهاز المخابرات، وعنده كتاب مهم جدا اسمه 50 عاما من العواصف ما رايته قلته، وهو واحد من مجلس او من ضباط الاحرار. صفوة الشريف ضابط مخابرات حربية، بس هو أصلا ضابط مخابرات عامة، وله قصة مشهورة بيتداولها الناس إنه كان اسمه موافي، وإنه كان في القضية اللي أشرف عليها الأخ أمين هويدي، قضية فضيحة جهاز المخابرات وتجريله لأكثر من 100 سيدة كما قيل في ملفات دعارة خاصة بالمخابرات. اللي كان بيشرف على الملف ده صفوة الشريف، ويقال إنه كان بيدير الشقق الآمنة. أمين هويدي قال بصراحة هم ما كانوش 100، ما كانوش 100 ست ولا حاجة زي ما بتقول، لكن كان في شغل ستات، كانوا بيسلطوا ستات على بعض الشخصيات، حكام عرب أو شخصيات مهمة في المجتمع المصري للسيطرة عليها، والسيدات دول كانوا ممثلات. أمين هويدي بنفسه اعترف لكن اختلف على الرقم، هم 100 ست ولا أقل من 100؟ قال لا هم أقل من 100، لكن اعترف ان كل اجهزه المخابرات في العالم بتتعامل مع اي حاجه، اي حاجه في الدنيا بمنتهى الشفافيه، يعني بحلال، ما لهاش دعوه بالحلال والحرام. صفوت بيه الشريف كان مدير، او كان يقال انه كان واحد من الضباط اللي كانوا بيديروا ما يسمى بالشق الامنه. صفوت كانوا مشغلين ضابط مصري اسمه ممدوح، كان شكله وسيم قوي وحليوه قوي قوي، وبيتكلم فرنساوي حلو قوي قوي قوي. الشاب ده كان مهمته يقنع الواحدة من دول، الممثلة المصرية من دول، يقنعها ان هو تاجر ألماز وجاي يفتح مشروع في مصر، وان هي لازم تساعده، وفي الاخر يجيبها لحد السرير وتتصور معاه. ممدوح ده بقى اشتغل في هيئة الاستعلامات بعد ما امين بيه ويدي طهر جهاز المخابرات في القضية المعروفة باسم جهاز المخابرات. الأخ ممدوح ده اللي هو كان بيصطاد بيشقط اللي هو الهوك اللي كان بيجيب الممثلات، شغلوه بعد كده موظف في هيئة الاستعلامات، وأعرف شخص قابل ممدوح في هيئة الاستعلامات بس ما اقدرش أقول اسمه. ده صفوة الشريف. ديار أشوان حقيقة لا علاقة له بالصحافة على الإطلاق، بالمناسبة ده أقوى وزير إعلام بعد عبد القادر حاتم. صفوة الشريف هو اللي بدع المفهوم الهابي فاميلي، عائلة الرئيس السعيدة. صفوة الشريف هو من وضع قواعد الإعلام لعصر مبارك تقريبا كله. سنة 82 كان رئيس هيئة الاستعلامات، ثم تم ترقيته إلى وزير إعلام، ثم ظل في وزارة الإعلام لحد ما قبل ما يمشي من وزارة الإعلام، أو قبل ثورة يناير قصدي، تولى عام الحزب الوطني، ثم قامت ثورة يناير فطار صفوة الشريف. ديار أشوان نكرة في تاريخ الصحافة، لا علاقة له بالصحافة ولا علاقة له بالعمل العسكري زي الناس دي، لأن صفوة على فكرة من ضباط الجيش المشهورين جدا، وإلا مش هيروح جهاز المخابرات إلا إذا كان ضابط كبير. عبد القادر حاتم نفس الحكاية، أمين بيه ويدي حاجة جامدة جدا. الأخ ده بقى لا علاقة له بالصحافة، ده بدأ كومبارس جنب عمرو أديب في برنامج اسمه القاهرة، القاهرة اليوم بتاع عمرو أديب، كومبارس كان هو واحمد موسى وغيرهم. بدأ من كومبارس، كل قصته انه كان بيكتب في شؤون الجامعات الاسلاميه، وكان كل اللي بيكتبه لا علاقه له بالموضوع، واضعف من يعني اضعف من انك تطلق عليه ماده علميه. وجوده جنب عمرو اديب شهره شويه، اتنطط من هنا، اصبح رجل الامن وسعوا له المكان، فاصبح نقيب الصحفيين، مكان بقى مكرم محمد احمد وابراهيم نافع والناس دي، ثم رئيس لهيئه الاستعلامات مكان الاساتذه دول. دول هيئه الاستعلامات، او وحده القلعه، او حسن التهامي، او ضياء رشوان.
دول أدوات للحاكم بيكمل بيها سيطرته على الناس وعلى الإعلام. دول أدوات الحاكم لتحسين صورته قدام الناس برا. اللي في أول زيارة له للغرب قال لهم أنا عندي حوار وطني. أفكرك بالسيسي قال إيه؟ شهادتي في هذا الامر هتبقى شهاده مش هتبقى مجروحه زي ما بيقول عندنا كده في بلادنا. شهاده يقول لك مخالف لازم هيدافع عن نفسه ويقول ان الامور كويسه وكده. لا تعال شوف الحريات الدينيه في مصر عامله ازاي، شوف حقوق المراه في مصر عامله ازاي، شوف حياه الانسان اللي احنا بنتكلم حياه كريمه في مصر عامله ازاي، اتكلم على حريه التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني اللي موجوده في مصر وشوفها وشوف هي اخبارها ايه. واللي بتشوفه انا كل اللي بطلبه منك انك انت تنقله نقل حقيقي فقط الى الراي العام في المانيا. هنشوف بقى مع بعض دعوة من السيسي ليكم ولحضراتكم ان انتوا تشوفوا الحوار الوطني. لكن السيسي عارف وانا عارف وانت يا بشير عارف وانت يا حسن عارف والصحفي الالماني عارف ان مفيش حوار ولا يحزنون، بدليل ان رشوان نفسه اللي بيتجسس على المصريين دلوقتي قال لك ما تسألنيش عن حل البرلمان او انتخابات مبكرة لان ده مش مطروح اصلا. اسمع يا حضرات اسمعوا ديار رشوان بيقول ايه. الدستور المصري نظم متى ينتهي عمل البرلمان، ولا يوجد لدى الحوار الوطني صلاحية دستورية في حل البرلمان، وليس مطروحا على الحوار الوطني، وحل البرلمان مقرر دستوريا ولا يمكن الحديث عنه إلا من أبوابه الدستورية، فده أمر مش مطروح عليه أصلا. وعلى فكرة ولا البرلمان يملك حل نفسه أصلا، عشان البعض قد يظن أن البرلمان ده لو استقال كل أعضاؤه الحل، لا برضه له إجراءات دستورية، وبالتالي انتخابات مبكرة أو غير مبكرة كل هذا الكلام مش مطروح. إحنا لا إحنا سلطة تنفيذية ولا إحنا سلطة قضائية. يعني أخ ضياء مفيش حل برلمان؟ طيب لما طلع صحفي سأله طب حضرتك تغيير بلاش حل برلمان، تغيير وزراء أو حكومة، يعني نغير الحكومة نغير الوزراء، فقال له ما معناه يعني أنت غريب قوي يا هاني، أنت بتسأل أسئلة غير منطقية على فكرة. نسمع كده. السلام عليكم يا فندم، طارق رمضان البوابة نيوز. كنا عايزين نسأل بس حضرتك هل تطرق مجلس أمناء الحوار لتغيير وزاري؟ ما عندناش صلاحية يا فندم زي مجلس النواب صديق العزيز. صديق العزيز تاني بقول لما نسأل في مسائل ذات صفة دستورية نبقى عارفين لا يغير الحكومة إلا ثلاث حاجات، يا إقالة يا استقالة يا صاحب الثقة. لا احنا هنقدر نقيل ولا نجبره يستقيل ولا نسحب الثقة، فما تسألنيش سؤال. طب انتوا قاعدين بيعملوا ايه؟ يعني انت قاعد معلش انت قاعد بتعمل ايه؟ انت قاعد بتعمل ايه؟ قاعد لا عايز تغير برلمان ولا عايز تغير وزاره، ده غير بقى اللي تم تسريبه من مصادر قريبه من الحوار الوطني عن الممنوعات. الممنوعات اللي مفروض الحقيقه ما تتكلموش فيها، ما حدش يتكلم فيها ونشرناها قبل كده. ايه بقى الممنوعات؟ ادي الممنوعات اهي. ممنوع الحديث عن ازمه سد النهضه، ممنوع الحديث عن ملف التيار الإسلامي، ممنوع الحديث عن تيران وصنافير، ممنوع الحديث عن بيع أصول الدولة. ده نقلا عن العربي الجديد مدى مصر ومصادر صحفية. دول الأربع محرمات اللي ممنوع إنك تتكلم عليهم. الأكثر من كده بقى إنه نشأة الديهي مستعجب ومستغرب وبيستفسر، بيقول يعني إزاي حد يسأل في الحوار الوطني؟ ما هو انت ما تسمعش. انا موافق، بص اسمع، موافق ما تتكلمش عن تيران وصنافير، موافق، موافق ما تتكلمش عن بيع اصول الدوله، موافق، موافق مش هتغير الحكومه برضو، موافق، ولا تتكلم عن تغيير البرلمان، موافق. في حاجه تانية؟ خلاص دول مش هتكلم فيهم. تخيل بقى انه توسيع هامش الممارسه السياسيه ممنوع. والمصحف، والمصحف الأخ نشأة الديهي طالع مستغرب، أو يعني بيقول لك واحد بيسأل في توشتها. طب وانت عايز نتكلم فيها نشأة؟ يا نشأة اديني قول لي ايه اللي ممكن نتكلم فيه في الحوار الوطني. نشوف نشأة بقى عايزنا نتكلم فيه. يلا بقى اطلع بنشأة. نشأة الديهي الإعلام المقرب ينتقد صحفي سأل عن توسيع هامش الممارسة السياسية. سيبك من ده بقى، اطلع بقى، اطلع هات الصورة، هات الصورة، هات الصورة نتكلم فيها نشأة بقى. اطلع. يعني ايه ده نشأة اللي بيقول؟
يعني ايه صحفي بيسال في الحوار الوطني عن توسيع هامش الممارسه السياسيه؟ اللي عايز يمارس سياسه يروح الاحزاب، والحوار ليس مكلمه بين اغلبيه ومعارضه وسلطه ومنتقديها. طب الحوار يتكلم في ايه بقى؟ يجب ان يتحدث الحوار عن القضايا المفصليه، ايوه، والملفات المسكوت عنها، ايوه، وهي سبب مشاكل. حلو قوي. سبب مشاكل هذه الامه ايه بقى؟ محو الاميه، الانفجار السكاني، قضايا الفن، قضايا الطلاق والزواج والبطاله والارهاب والهجره غير الشرعيه. ايه نشأت الناس تعب نفسها وعامله حوار وطني عشان يجي يتكلموا مع بعض في قضايا محو الاميه والانفجار السكاني وقضايا الفن والطلاق والزواج والبطاله؟ حوار وطني عشان برنامج الحكومه تقوم بيه؟ طب انا كنت فاهم يا نشأت ان هم جايين يتكلموا في توسيع هامش الممارسه السياسيه، جايين يتكلموا في ترن وصنافير، جايين يتكلموا في مين بيدير البلد اللي لبسها في الحيطه. وده مش كلام بتاعي، ده كلام ناس مهمه. في النهايه بقى، بعد المحظورات والممنوعات الكتير ده، جاء احمد موسى قفلها بضبه ومفتاح. بس قبل ما اعرض لك احمد موسى قال ايه، انا عايز صالح يطلع لي السيسي قال في المانيا على الحوار الوطني. طلعوا كده يا صالح، السيسي ماذا قال السيسي للصحفي الالماني عن الحوار الوطني؟ قال له ايه؟ قال له عايزك تيجي تشوف الحوار الوطني. اسمع. شهادتي في هذا الامر هتبقى شهاده، مش هتبقى مجروحه زي ما بيقول عندنا كده في بلادنا، شهاده يقول لك لازم هيدافع عن نفسه يقول ان الامور كويسه وكده. لا، تعال شوف الحريات الدينيه في مصر عامله ازاي، شوف حقوق المراه في مصر عامله ازاي، شوف حياه الانسان اللي احنا بنتكلم حياه كريمه في مصر عامله ازاي، اتكلم على حريه التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني اللي موجوده في مصر وشوفها، وشوف هي اخبارها ايه، واللي بتشوفه انا كل اللي بطلبه منك انك انت. حلو قوي. احمد موسى بقى قفلها يا عبده. تخيل قال لك ايه احمد موسى؟ يعني نشأت الدقيقة قال لك الحوار الوطني يتكلم في الطلاق والجواز والبطاله ومحو الاميه والحاجات دي. احمد موسى بقى جه ختمها. قال ايه بقى احمد موسى؟ قال لك اوعى بس، امسك نفسك بس، امسك اعصابك. احمد موسى قال لك الحوار الوطني ده كل اللي هيخرج منه غير ملزم للسيسي. يا دين النبي. اي والله، يعني الناس هتقعد تهري بالساعات ويطلعوا حاجات ويتكلموا في حاجات، وفي الاخر يا السيسي يشوفها يا لا. لو مش مصدقني شوف كده. انا مش بعمل حوار وطني عشان اهد مؤسسات البلد، لا يا جماعه الموضوع مش كده خالص. انا بعمل حوار عشان عايز اسمع اراء الناس، عندهم حاجات خاصه بالمقترحات، وكل ده في الاخر هيروح لمين؟ يرفع او ترفع التوصيات الى مين؟ السيد الرئيس مباشره، والسيد الرئيس هيطلع قراراته وياخد اجراءات التي يراها في صالح مصر. هل ال 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 اي ما يصدر عن الحوار الوطني ملزم؟ لا، مفيش حاجه جمهوريه، مفيش حاجه، والنعمه مفيش حاجه ملزمه. يعني حطوا محرمات، ما تتكلموش في القضاء، ما تتكلموش في حل البرلمان، ما تتكلموش في تغيير حكومه، ما تتكلموش في ترن وصنافير، ما تتكلموش في اصول الدوله، ما تتكلموش في جزيرتين ترن وصنافير، اتكلموا بس في قضايا الفن والطلاق والجواز ومحو الاميه وانفجار السكاني، وبرضه بعد ما تتكلموا في ده مش ملزم للسيسي. الا عرفتوا بقى انه كله اندر كنترول؟ الحوار والمعارضه والاعلام والقضاء كله بيمثل في مسرحيه كبيره، مسرحيه كاتب السيناريو والمخرج فيها بيحرك الاذرع بتاعته زي حركه العرايس الماريونات كده. مسرحيه بدات سنه 1952، 23 يوليو 52، وتحديدا في 54 بعد ما طيروا محمد نجيب. من اللحظه دي بدات المسرحيه. على فكره انت لو حضرت فيلم اسمه تراب الماس هتشوف نفس المعنى ده، انه من 54 مصر اتنكست انتكاسه كبيره، ماشيه في مسرحيه كتبها عسكري ولسه ماشيين عليها لحد دلوقتي. الكل مراقب، الكل اندر كنترول، كل شيء شبه اي حاجه كويسه بس هو مش كويس.
عندنا برلمان بس مش زي البرلمانات، عندنا صحافة بس مش زي الصحافة، عندنا إعلام بس مش زي الإعلام، عندنا جامعات بس مش زي الجامعات، عندنا أندية بس مش زي الأندية، عندنا رئيس زي بس مش زي الرئيس، عندنا حكومة بس مش زي الحكومات، وعندنا مثقفين بس مش زي المثقفين. كله أندر كنترول. وللأسف الشعب هو الوحيد اللي جالس على مقعد المتفرجين.